يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قوله سبحانه إنك لا تهدي من أحببت وبين قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ تهدي يعني تدل للناس وترشدهم، وأما هداية القلب فأنت لا تهدي من أحببت، هذا بيد الله سبحانه وتعالى، وهو أعلم بمن يصلح ومن لا يصلح. نعم، وهو أعلم بالمهتدين. نعم.